الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة الزراعة في العراق إيقاف استيراد بعض السلع الزراعية بسبب وفرتها في الأسواق المحلية، وذكرت الوزارة أنه لضرورات حماية المنتج المحلي ودعما للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني حصلت الموافقة على إخضاع لائحة السلع الزراعية التالية لضوابط ومنع الاستيراد بعد وفرتها في أسواق بغداد والمحافظات. وأضافت أن السلع المشمولة بقرار منع الاستيراد هي الطماطم والبطاطا والخيار والباذنجان والبطيخ والبصل والبامية. حددت وزارة الزراعة 375 ألف دونم حصة كردستان العراق من خطة الزراعة الشتوية، وذكر بيان للوزارة أن وزير الزراعة عباس جبر المالكي أكد على مبدأ الشفافية في تقديم الأرقام الخاصة بالإنتاج ووضع الآليات المناسبة لاحتساب الكميات المنتجة في كردستان العراق من الحنطة. واصل إنتاج النفط من كردستان العراق تراجعه مع عدم ظهور أي مؤشرات تذكر على استئناف ضخ الصادرات لميناء جيهان التركي بعد توقف مستمر منذ ما يقارب الشهرين. وأوقفت تركيا صادرات شمال العراق البالغة 450 ألف برميل يومياً عبر الأنابيب العراقية في 25 من شهر آذار بعد قرار تحكيم من غرفة التجارة الدولية. وأدى التوقف الذي تفاقمت نتائجه بسبب السعة التخزينية المحدودة في كردستان العراق إلى توقف معظم إنتاجه البالغ 450 ألف برميل يومياً في غضون أسابيع. أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية استئناف نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن، وتم الآن نقل 80 ألف برميل. وقال بيان الوزارة إنه استناداً إلى توقيع مذكرة وعقد تجهيز النفط العراقي، تم استئناف نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن، وتم تحميل 422 صهريجاً بالنفط الخام العراقي بكمية إجمالية بلغت 105 ألاف برميل، وصل منها إلى المملكة قرابة 300 صهريج محملة بنفط كركوك العراقي، وبكمية 80 ألف برميل تم تفريغها في مصفات البترول الأردنية. فشل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي مجدداً في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون بعد اجتماع آخر جمع بينهما مساء يوم الاثنين بالبيت الأبيض. وكان ماكارثي وبايدن عقدا اجتماعاً قبل سفر الأخير قبل أيام للمشاركة في قمة الدول السبع باليابان، والتي قطعها مبكراً وعاد الإشراف بنفسه على ملف التفاوض حول رفع سقف الدين الوطني. ولم يقم الرئيس بزيارة استراليا وغينيا الجديدة كما كان مخططاً. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الديون المتضخمة هي نتيجة خيارات اتخذها كل من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء منذ عام 2002. اعتاد السياسيون من كلا الحزبين على اقتراض الأموال لتمويل الحروب والتخفيضات الضريبية وتوسيع الإنفاق الفيدرالي. قبل الختام إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.